ايوه، صباح الخير عليكم. النهارده هعمل لكم ساندوتش، ساندوتش بيض بالجبنه، سهل وسريع. توست، مكونات بيض وتوست، وممكن تحطوا اللي انتوا عايزينه، ممكن تحطوا جبن، ممكن تحطوا مرتديلا، ممكن تحطوا سلمه وجبنه وزيتون. ده نوع الصوص اللي استخدمته على التوست، ده هو عبارة عن انه صوص زيتون، وهو دي الطريقة. طبعا البيض ده سخنت لان الفتحة سخنة، نحط البيض في الصورة دي، وبعدين نحط التوست كده. ابدأ اول ما البيض ينشف شوية من تحت، هقلب التوست كده بالصورة دي، واحاول اغطي التوست بالبيض. واقفل البيض من النواحي، من الجوانب كده بالصورة دي. الحاجات اللي معايا، هحط جبنة، انتوا ممكن زي ما قلت لكم تحطوا اي حشوة انتوا عايزينها مع البيض حسب ما بتحبوا. انا حطيت بسطرمة اهوت، وهحط زيتون، على الاخرانية اللي هي تحميص التوست. هقفل التوستتين كده على بعض بالصورة دي كده. قلب التوست الناحية التانية، خلاص زي ما انتم شايفين كده هو اتحمر. كده جاهز معانا، نقدمه في الطبق ده. وده المنظر النهائي للساندويتش، وبالهنا والشفا. شكرا.